السلام عليكم كما شفتوا البدايه بداية الفيديو ما بغيتش نهضر بزاف باش ما نكثرش عليكم الهضره وتستمتعوا شي شويه بالمناظر الطبيعيه اليوم آه غادي نصاوب واحد العصير شفتو غير في اليوتيوب في واحد القناه والمشكله ما عقلتش من القناه المهم بزاف ديال القنوات راه كيديروا العصير ديال الحامض مع سكينجبير والنعناع المهم آه كما كتشوفوا آه جبت النعناع وحاولت ناخذ من الجهه اللي فيها الملقم Thank <laughs> you. لان بغيتو يكون ملقم ملقم يعني فيه فليو في ولوني ما ضروري ضروري نكاريسي لاقاش فاش كيدخل من حدايا ما كيبغيش يتفرق معايا ما عليناش بالنسبه للسكاكين الناس اللي كيقولوا كي لي الطاقه السلبيه وعلقاهم داكشي راه لا علاقه الحمد لله نتوما شفتوا دائما عندنا الطاقه الحمد لله الطاقه كتستمدوها دائما من القران يعني اللي كيامن بديك المساله ديال ان الا علقت موسى نشوف فيه راه غادي يجيب لي الطاقه السلبيه لداري فهذا معتقد خاطئ والدليل راه قدامكم كنشوفوا الحمد لله ديما كنخدموا ديما الحمد لله في نعمه حمدنا الله شكرنا عليها الله يدومها علينا وحتى نتوما ربي رزقكم يعني كاع اللي عنده شي مشاكل يتخلص منهم ولكن بعض الاشياء ما تعمروش راسكم بهم لان داك الشيء غير تخاريف انا بعدا كنعتبرهم تخاريف لان الماش شحال هذه من نهار صوبنا الكوزينه وهما هما معلقين قدامي والحمد لله ما كدورش الطاقه السلبيه عندنا ديما ناشطين الحمد لله ديما عندنا دي افكار باش نخدموا حاجة جداد يعني آه الطاقه استمدوها دائما من القران، القران، القران عليكم بالقران لانه احسن حاجه، صافي هذا آه لوني الخباز <applause> كيموت على الخبز <applause> عطيتو الخبز لانه كيحماق على الخبز آه مازال ما وجدتش الغدا باش نعطيه ياكل وصراحه فكرت ندير غير العدس كنحماق على العدس وصافي هذا السكنجبير هذا كان جاوبش نعم لي من شحال هذه وصراحه انا بدا كيدير دوك الخيوط شويه ولكن معليش غادي ندير به العصير كما قلت لكم النعناع والحامض وهذا السكنجبير بالنسبه للميكس يا اما ديرو ديك الاندي ديك اللي عندها في الجنب راه ما سوقها الاخر كتكون هي على على اليسار ديروها ثلاثه المرات عاد دوروا باش ما تضيعوش المونيليكس ديالكم ودوز معكم مده طويله المهم وجدت العصير ومن بعد درت العدس ما عرفتش نصور لكم العدس لان العدس راه كلشي كيديره وكلشي عارفه حتى هذا العصير صراحه ما شفت بزاف الناس داروه داكشي علاش قلت غادي نستغل فيه داك سكين ما كاين علاش يضيع لان كانوا جابو كان, كان جابوا سليمان على حساب الدواء فاش كان مريض وبقى منه داكشي علاش الباقي رانا درت به العصير طبعا هذا العصير هذا ممكن تديلويه يعني تزيدوا له الماء شفتوا كيزيدوا كي له حتى جوج لتر ديال الماء انا صراحه عجبني هكا خاطر صافي المهم كما قلت لكم راه عندنا واحد الخدمه كبيره ان شاء الله غادي تعجبكم كنظن الله وعلى بكل تعجبكم كاين اللي غادي ينتقدوا ولكن المهم انها تعجبني انا غادي <applause> تشوفوها ان شاء الله قريبا حنا كنجهزوا ليها باش تشوفوا كاين شي حوايج غادي نديرهم ان شاء الله هنايا باش نتسعوا شويه لان راه كيبان لكم الوسع الكاميرا راه كتداه انا كنقولها لكم ونعاودها الكاميرا راه كتوري الوسع ولكن راه ما كاينش هذا الوسع هذا مزال غادي تشوفوا ان شاء الله في الفيديو اللي غادي نوريكم غادي نقارن بين التصوير بالكاميرا والتصوير ب بطابلت طابلت راها فشلحت انها كتعطي الصوره الحقيقيه وغادي بالكم لكم باللي راه عايشين في الضيق يعني مكروزين ماشي من 90 ماشي بحال كي كتبان هكا في الكاميرا أه بالنسبه للخدمه انا باديه واحد الخدمه ولكن خاصها مده باش تنشف يعني هاد الخدمه اللي بدينا كخص المراحل وهذا ما بغيش نبدا نقطع لكم بزاف الفيديوهات وداكشي داكشي باش قلت حتى نوريكم الفكره أه يعني نبداوها بعدا يعني الحاجه اللي صوبناها الجهه اللي غنصاوبو مثلا تصاوب كاملها عاد نوريها لكم باش ما نوري لكم حنا كنصاوبوها ومشي ومده مع سليمان ما تيكونش باش يخدم معايا داكشي علاش آه رانا غتلقاوني ما كنوريكم دابا الفيديوهات ما فيهمش الخدمه ولكن الخدمه راه حنا بادينها عاد زيد هادشي اللي كنقول لكم ديال هادشي اللي غتكتشفوا ان شاء الله في هاد الفيديوهات المقبله ان شاء الله غادي نديرو شي حاجه فيها 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 الحلال والسدان ما انتم غادي تكتشفوا انا يعني كما كتشوفوا آه هاد القطبان هادو كي ونسوني فاش كنكون جالسه ما كنحمش انا نبدا نتفرج و... يعني انا اغلبيه كنسمع ما آه، كما كتشوفوا لوني ما خلانيش <applause> كيقطع لي في التريكو <applause> المهم آه، هاد القطبان انا صراحه ما كنتش كنعرف لهم نهائيا عمرني ما عرفت نقد... نخدم القطبان حتى مؤخرا كتشوفوني كنتعوجت واحد اللقطه ديال الواحد... واحد سيدة واحد السيده ردات واحد لي سباس اش لكم كان قديم ومحرتك لشي حاجه زوينه وهادشي اللي كنتفرج فيه اغلبيه آه، المهم داك اللي القطبان كما قلت لكم عندي واحد الصوفه وبغيت نستغل نصاوب طربوش باش نبدا نلبسو في الليل لحقاش راسي كيبرد والمهم عاد كنتعلم مازال ما كنعرفش ندير لي مازال ما كنعرفش ندير شحال من حاجه ولكن بقيت كنتبع في, في اليوتيوب يعني الناس اللي كيعلموا آه يعني القطبان باش باش نقدر نخدم والحمد لله حنا حنا سايرين <applause> حنا عندي الكري دابا تشوفوا راه كيبان كحل هو كري غريف في شكل المهم ماشي ماشي داير ما بين الخضر بيتل داك البترول بلو بترول ماشي خضر بلو بترول وبين آه وبين الكريج المهم واحد اللون عجبني آه ودخلت فيه البيض لان ما يكفيني بوحدو داكشي علاش درتو المهم كنخدم باش نلهي يدي وكما قلت لكم البرامج اللي كنتفرج فيهم راه ما في المشاكل المغربيه صراحه انا نجيكم من الاخر كنتفرج في حاجه اللي غادي نستافد منها شي حاجه وما نديش تنوب <applause> لان كيما كتشوفوا اليوتيوب المغربي اغلبيه ولا غير يا فوحان يا مشاكل يا طلاق يا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني والمشكلة هذا كي تشاف كيتشاف وكيديع وكل شي كيديدنو وكل شيء كي الله يهديهم وصافي لكن كين فئة بحالكم اللي كتبعوا الحاجات اللي مفيدة تشكركم بزاف يعني كتشجعونا على باش نستمروا في اليوتيوب رغم المشاهدات القليلة ما عليناش المهم هو اللهم تستافد واحد الفئه قليله من من الفيديوهات خير من ما هادشي نكونو كنصاوبوه وما حتى شي حد وحتى شي حد ما يستافد منه طبعا كناخدو دعواتكم وهادشي الشي راه كبير عندنا بزاف من غير المدخول طبعا واخا كبير ديال اليوتيوب ولكن الحمد لله عليه البركه هي كل شي الا كانت البركه راه كل شي المهم أه كما قلت لكم هادشي اللي كندير وبلا ما نزيد نطول عليكم بزاف حتى نبدأ ان شاء الله نحط لكم الفيديوهات ديال الخدمه لان كما قلت لكم كاينين اصلاحات كبيره غادي نبداهم ان شاء الله في هاد الايام القليله المقبله ايوا تهلاو لي فراسكم وشكرا لكم دائما على كلامكم الزوين وشكرا على التشجيعات وربي يسهل على كل واحد داكشي اللي كيتمناه كي ونتمنى دخل عليكم هاد السنه الجديده بكل خير وصحه وسلامه ان شاء الله تهلاوا لي فراسكم